انتي منين تعرفين ذا الكافيه؟ بصراحة هذا المكان الوحيد اللي استقبلوني قبل الفطور عشان اكتب فيه. بس المشكلة ما يسوون فطور. لكن انا تصرفت وطلبت اكل من برا. شوي بيوصل. ومين قال لك عنه؟ شهد. شهد؟ شهد ايش عرفها في ذا الكافيه؟ انت عندك مشكلة مع هالمكان؟ لا ابدا. بس يعني كان ودي اقول لك ان المكان لطيف وان ذوقك حلو. بس للأسف أنا زايرة من قبل. واضح. واللي واضح لي أكثر أن ذكرياتك سيئة معه. مو مع المكان، مع الشخص اللي التقيت فيه هنا. طيب يا ذكي، كنت تقدر تمثل علي وتقول أول مرة أزور هالمكان، أول مرة أدخله، تسوي نفسك معجب. أحياناً يا يوسف الكذب مفيد، ولا تقول لي ما تكذب، لأن هذه أكثر جملة فيها كذب. شوف ببساطة راح أقول لك إني أنا ما أمثل، بس تدرين أعرف ممثل يقدر يفيدك في ذي المشاهد. بس للأسف هو ممثل فاشل لدرجة إنه كان يمثل دور عمره وفجأة رموه برا، واضطروا إنه يستعينون بصاحب القصة الأساسي عشان يكمل الدور عنه. أوف، هذه حركة جريئة من المنتج اللي يسوي كذا. للأسف هو ما كان بس منتج، كان منتج ومؤلف السيناريو كله ومخرج، كان يحرك الممثلين. لا، وشارك بالبطولة بعد. من هو هالشخص العبقري اللي قدر يسوي الشغل هذا كله؟ للأسف إن هذه أقبح حركة سواها في حياته. على فكرة تعرفينها زين، أقصد تعرفينها زين. أنا أعرفها زين. مين؟ جويرية. خلاص عاد اهدي، ترى كلها فطور. أجل وش بتسوي لو سافرنا سياحة يومين ثلاثة؟ مش مرتاحة، حاسة إن في مصيبة تحصل ما بيني وما بين طلول.